أنا موظف أعمل في شركة، وعند إحالتي للتقاعد حصلت على حقوقي ومن ضمنها الإدخار مبلغ وقدره 100,000 ريال، ماذا أفعل به؟ هل أتصدق به أم أعطيه المحتاجين أو أعطيه أحد أقربائي وهو محتاج؟ الإدخار هذا ربا، نظام ربوي، فإذا أخذت منه شيئا فإنك تتخلص منه، تتخلص منه بأن تدفعه إلى محتاج، أو تضعه في مشروع خيري، أو تعطيه لجمعية خيرية. المهم أنه لا يحل لك، لأن الادخار، نظام الادخار نظام ربوي. نعم.